السلام عليكم اصدقائي ومرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غادي نشوفوا فيه ردود افعال بعد مباراه المنتخب الوطني المغربي ضد نظيره تشيلي. فرجه ممتعه. مباراه جيده يا اخي اشرف حكيمي، حظا سعيدا لكاس العالم، بركاته، احبك، كولياو. بداية جيدة ومشجعة للمنتخب في أول مباراة مع مدرب وطاقم وطني، لا زال هناك عمل كبير ينتظرنا، لكن فوز مهم يعطي الثقة للمجموعة. شاهدنا أسلوب طريقة لعب، شفنا رغبة من الجميع، شاهدنا روح شخصية الفريق داخل الملعب. نتمنى أن نستغل هذا الفوز ونقدم مباراة أفضل يوم الثلاثاء حتى تتضح لنا الرؤية أكثر في ظل ضيق الوقت قبل بداية المونديال. خلاصة اليوم عودة الروح والرغبة، الأهم شاهدنا أسلوب لعب، وبالتوفيق إن شاء الله فيما هو قادم. ديما مغرب. بداية الموافقة لوليد الركراكي وفوز مهم للمنتخب بعد رحيل وحيد وعودة بعض العناصر ودخول أسماء جديدة للتشكيلة. نتمنى أن يكون القادم أفضل لأنه يمكن البناء على كثير من الأسماء للمنافسة بقوة في مونديال قطر. تحية حب وتقدير واحترام للجماهير المغربية، حضور موازن في الملعب وتشجيع رفع الروح المعنوية للعناصر الوطنية.